هذه العائلات متكدسة في خيام النازحين ومراكز الإيواء، والعشرات ينتظرون في طوابير لاستخدام مرحاض واحد إن وجد، ولا مياه نظيفة كافية للشرب أو للاستحمام. كل هذه المعاناة تسببت بانتشار هائل للأمراض بين النازحين. منظمة الصحة العالمية دقت ناقوس الخطر حول تفشي الأمراض في غزة، مشيرة إلى إصابة نحو 360 ألفاً في القطاع، من بينها التهاب السحايا وجدر الماء والتهابات الجهاز التنفسي العلوي، إضافة للإسهال. Referred to the outbreak of diarrhea in particular amongst children, which globally is the number one child or causes of death amongst children under the age of 5 in situations like this. المصابون بالأمراض هذه يواجهون صعوبة في العلاج في ظل نقص الأدوية وخروج عشرات المستشفيات عن الخدمة. أما المستشفيات التي لا تزال تعمل فتزدحم بجرحى القصف الإسرائيلي والنازحين.